البداية من صحيفة أخبار اليوم، الرسم الكاريكاتيري بريشة الأستاذ هاني شمس عن قانون المرور الجديد، الحديث عن نقاش ربما بين أحد مشجعي النادي الأهلي ونظيره من فريق الزمالك يتحدث عن فلسفة هذا القانون بشكل فيه درجة من السخرية. النقط كلها ستذهب للداخلية، واتحاد الشرطة إذن يضمن الفوز بالدوري. إلى جريدة الاتحاد الإماراتية، الرسم الكاريكاتيري بريشة الأستاذ شريف عرفة عن الاتفاق النووي الإيراني. يبدو من هذا الرسم إذن الاتفاق النووي بصفحاته تتساقط واحدة تلو الأخرى بعدما بات يترنح على خيط رفيع. من صحيفة عكاظ السعودية، رسم آخر بريشة الفنان سالم الهلالي حول محاربة العالم لتنظيم داعش الإرهابي، يحاول طعن رأس هذا التنظيم للتخلص من شروره، لكن بطن هذا التنظيم لا تزال تلد مزيدا من الشرور. من صحيفة الشرق الأوسط، رسم بريشة الأستاذ أمجد رسمي، وهو عن السياسات القطرية تجاه الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. يصورها هذا الرسم وكأنها تضع العصا في العجلة لتعطيل طاولة الحوار. إلى البيان الإماراتية، ورسم حول النظام القطري أيضا هذه المرة، لكن عن علاقته بعدد من التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش، كلهم مطلوبون، الميليشيات الطائفية وداعش، وفي المنتصف سياسات النظام القطري.